الملك ابن الملك والمعم ابن المعم التطور شامل المملكة كل النحايا والوطن يسكن في عيوننا وقلوبنا أصغر مشارك في قرية الدارين. هلا بالبطل، وش اسمك؟ مشاهدي قناة المسافر للتغطيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في هذه التغطية من جنوب غرب مدينة الطايف، تحديدا من ترعة ثقيف. اليوم جاي أغطي في احتفالية، كل عام تقام هذه الاحتفالية في أحد القرى التراثية بالمنطقة. بنغطي لكم إن شاء الله الفعاليات المصاحبة لهذا الحفل. وإذا تذكرون قبل أسبوعين كنت في هذه المنطقة وغطيت لكم عن قرية ليكا وعن عملية صعود الجبل مع الأخ أبو عبد الله عطية ابن جندب الثقفي. في الفيديو السابق فعلا غطينا عن هذه المنطقة الجميلة، واليوم ولله الحمد استقبلتنا الأمطار والخيرات. وهذه تضاريس مملكتنا الحبيبة، مثل ما تشاهدون بالصيف الأجواء الماطرة والجو اللي يعني درجة الحرارة تكاد لا تتعدى 20، ولله الحمد في المناطق وفي المرتفعات الجنوب هذه الأجواء أمطار وخيرات وضباب. سبحان الله العظيم، أمس كنت في القصيم ودرجة الحرارة تلامس 50، واليوم ولله الحمد بهالبرادات والخيرات والأمطار، والله يغيث البلاد والعباد. اللهم لك الحمد، استهلت غزارة مطر ما بين ميسان وترع الثقيف. اليوم 2 أغسطس 2024، ويعجز اللسان مشاهدي الكرام بوصف هذا المنظر الجميل. الجو البارد اللي تصل إلى درجة 16، وكذلك الضباب اللي يعانق قمم الجبال اللي تشاهدون، ومناظر الطبيعة والزراعة وأصوات الطبيعة، يا الله كم أنت جميلة يا بلادي. وهنا مشاهدي الكرام قرية الدارين التاريخية. هذا الحصن تأسس عام 570 للهجرة، يعني له أكثر من 900 عام. هنا يقام احتفالية لأهالي المنطقة سنوية في هذا الموقع في ترعة ثقيف جنوب غرب مدينة الطائف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تمر الأيام يوما بعد يوم وشهر بعد شهر، حتى قفزت بأعمارنا فوق حواجز السنين. وعندما نقلب صفحات الزمن ندرك بأن آباءنا وأهلنا وأجدادنا قد رحلوا وتركوا هذا التراث لكي نتسلى به. كما قال الشاعر: قولوا لجدران البيوت القديمة تكفين لو جار الزمن لا تطيحين، يا ما عطيتي لجل العمر، يا ما عطيتي لجمل الأيام قيمة، يسلى بك الخاطر من الحين للحين. ومهما كان لا يمكن أن ننساهم، وستبقى ذكراهم في خيالنا، ولكن يجب أن لا تثبطنا عن السير في هذه الحياة، فهذه سنة الحياة. فمنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أردل العمر، فيجب علينا أن نسير في هذه الحياة بما تتطلبه منا،
من جهد وعمل لكي نرتقي ولكي نصل إلى الازدهار والنماء. ونحن في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الأمين، عهد الخير والنماء. هذه بعض الأكلات الشعبية تسمى لطف. خلا بعدين تخرى شوية. لا 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 مرات حياه الغبي. ومع أصغر مشارك في قرية الدارين، هلا بالبطل. وش اسمك؟ اسمك فهد. كفو يا فهد، الله يحفظك. ونعم يا فهد، الله يحفظك. شامل المملكة كل النهاية، والوطن يسكن في عيوننا وقلوبنا. التطور شامل المملكة كل النحايا، والوطن يسكن في عيوننا وقلوبنا. Oh,
طالعين انا والاستاذ ابو عبد الله بنصور لكم الحصن من الاعلى، ومن شده المطر والله مثل ما تشاهدون لابسين هالمظله. اجواء حلوه وامطار. حي الله قناه المسافر. انا خلف الله بن محيى الثقفي. هذه احدى دور قريه الدارين القديمه، واسمها الداره الحمراء، وصاحبها هو مسفر ابن فرج من الندبة من ثقيف تراح. الآن طالعين للحصن مشاهدي الكرام، والمطر يصب والزير يدق والعرة شغالة، والله لك الحمد. أجواء، شوف أجواء القرية من الأعلى، شوف شوف كيف. نطلع إلى الحصن. حياكم مشاهدي قناة المسافر. تسلم. نحن الآن في حصن العجمة، من أقدم الحصون في المنطقة، مبني من قبل 876 سنة، وهو أمامنا الآن. هذا الحصن مشاهدي الكرام، الحصن هو أعلى مكان بالقرية، بحيث أنه يصير فيه مثل مثابة أبراج المراقبة اللي تراقب سلمكم الله الأعداء القادمين على القرية. ولاحظوا معي مشاهدي الكرام همة الأولين في فن الفن العمراني، رغم قلة المواد، مواد البناء في عصرهم، إلا أنه شاهدوا معي ضخامة هذا الحجر اللي ما أدري يعني وشلون اخترعوه وشلون وصلوه إلى هذه المرتفعات. سبحان الله العظيم، والبناء والفن المعماري اللي ما له مثيل. يعني الآن تقريبا قرابة 900 عام وهذا البناء صامد. هنا طبعا مثل ما تشاهدون الكتابات، كتابة التاريخ على هذا الحصن. حياكم الله يا أصحاب قناة المسافر. تسلم. هذا المنزل في العجمة، المنطقة هذه يسمونها العجمة، وهو لقرابة لي اسمهم آل حمدان، وقبل أكثر من 50 سنة كنت أزورهم وأتقهوى عندهم وأسولف في هذا المكان، في هذا البيت. هذه بئر الفضية، هبة من الله لأهالي قرية الدارين، وهي بعمر قرية الدارين، يعني حوالي 876 سنة، وهي بئر لا تستخدم فيها إلا الدلو، ما في بالسواني، لأنها سقيا لأهل القرية. وهي يعني هذه البئر المغذية الوحيدة يا أبو هاشم لهذه القرية. في آبار وفي كثيرة، بس الشرب من هذا البئر. يعني قرابة لها 900 سنة مع وجود القرية. سبحان الله. موجودة مع وجود القرية. سبحان الله. وما زالت مشاهدي الكرام ومياهها عذبة، ولله الحمد، تسقي القرية إلى هذا الوقت الحالي. ومياهها عذبة تحلل كل سنة وتطلع النتائج 100%، نسبة العذوبة فيها 100%. ما عمره جاء سنة من السنوات وقالوا فيها شيء، وإنما هي مياهها نظيفة عذبة سليمة 100%. شيء جميل مشاهدي الكرام اني اتجول في هذه القرية التراثية اللي لها اكثر من 900 سنة. هذه المباني الحجرية، وهذه هنا الحصن اللي فوق هذا. وتعالوا اوريكم شيء، هذه طبعا المساكن، مساكن القرية في زمن الاولين، بيوت حجرية. لكن تعالوا اوريكم شيء جميل أجمل من كذا ما فيه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وش ذا يا مشاهدي الكرام؟ وش هالجمال؟ وش هالروحانية؟ مسجد القرية التراثية في الدارين. شوفوا هذه أشجار العرعر من مئات السنين ما تغير ولا يأكلها الأرض.